لا هو عاشوراء عند الشيعة لأنه يقال أن الحسين عليه أو رضي الله تعالى عنه استشهد في عاشوراء، بس هذه القضية مصادفة يعني أو موافقة. موافقين أهل التاريخ مش قضية، ولكن هم يديروا بالكم ما يعني بصوموهوش، ويفضل إذا صاموا إنه يفطروا في النهار مشان ما يكملوش الصيام، لأنه بكل يعني إيش لهم عجيب يعني. أنت هسه تسألني عن الشيعة، هم الشيعة إذا قتل الحسين ولذلك في ناس قال بزعم إنه إحنا صرنا نصومه لأنه حاقدين على الحسين. شوف هالكذابين، إحنا قال صرنا نصومه لأنه حاقدين على الحسين لأنه قتل الحسين، يعني شكر الله لأنه قتل الحسين. شفتوا قديش كذابين وأهل افتراء، يعني لأنه قتل الحسين إحنا منصوم وقاعدين. في ناس من السنة ماشيين معهم بسموا حالهم من السنة. طبعا ما أنتوا شفتوا بعد قصة الربيع العربي، الله سبحانه وتعالى أنبت لكم هيك مشايخ كاينين أتفه من كل الملاحدة، أتفه من كل ليش مخبيين بعبك كانوا. الله قال أنا بدي أظلوا متخبيين، لازم يظهروا مشان تعرفوا إن المسألة مش بالمظاهر، بدها اختبار حتى تعرفوا أنت، ويوضع على المحك حتى تصدقوا شيك. هم فالشيعة عشان قتل الحسين في عاشوراء وهذه كنها ابتلاء رباني برضو، يضل الله الظالمين مش هيك، وبالتالي بصومهوش، او اذا صاموا في منهم بفطر العصر الى اخره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.